الشيطان استولى على كنز الملك الغالي، لكن الملك كان عنده خطة سرية عشان يرجعه تاني، ولأن التمن اللي الملك قرر يدفعه عشان يحرر البشر غالي بطريقة مش معقولة، فلا الأرواح الشريرة ولا البشر قدروا يفهموا الخطة إلا بعد ما تحققت. وفي نفس اليوم اللي استولى فيه الشيطان على الجنس البشري، قال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. الله لما خلق التعابين كان عندها رجلين، ولأن الشيطان استخدم التعبان عشان يغوي البشر للخطية، فالله لعنها وخلاها تزحف على الأرض. انتوا تعرفوا ان بعض أنواع التعابين عندها حتة بارزة تحت جلدها بتبين انه زمان كان عندهم رجلين؟ ومعنى ان الله خلى التعابين اقل الحيوانات انه بيدي للبشر صورة تفكرهم انه في وقت معين هيسحق الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. بعدين الله قال للشيطان اللي استخدم الحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ودي كانت أول نبوة من نبوات كتيرة فيها الله شوية بشوية بيعلن عن خطته السرية اللي هينقذ بيها البشر من الشيطان والخطية والموت. لكن الملك عشان يخفي الخطة دي من الشيطان وأتباعه، حط النبوة في شكل سري. الله وعد إنه هيبعت للأرض مخلص نسل المرأة. المخلص ده هيكون ليه أم بشرية لكن ملهوش أب بشري، وهيكون معروف بالمسيح اللي معناه المختار. الشيطان هيهجم على كعب المسيح، لكن المسيح هيسحق رأس الشيطان. وده كله معناه إيه؟ قدام شوية الملك هيبين قصده، بس دلوقتي هو إدى آدم وحواء بصيص من الأمل. وبعد آلاف السنين واحد من أنبياء الله هيكتب: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا. الملك هيفدي كنزه الغالي مرة تانية، لكن إيه التكلفة؟